وقت الدراسة هي معادلة، وسر نجاحها هما طرفين معروفين جدا، الولاد واحنا عارفين ايه دورهم، والأم دورها أهم جدا جدا من الولاد. الأم عشان دورها يبقى ناجح لازم تدخل عنصرين مهمين جدا في الأكل، العنصر اللي بيحبوه الولاد طبعا وهو المكرونة، والعنصر التاني الصحة اللي هو الخضار. النهاردة بوصفتي أنا وريجينا تعالي نشوف هندخل إزاي الخضار بشكل صحي وفي نفس الوقت يحبوه الولاد في نفس الأكل اللي هما بيحبوها. تعالي نشوف هنعملها إزاي. هنسلق كيس مكرونة فيوسيلي ريجينا في مية مغلية وملح. في كبة كبيرة هنحط سبانخ خضراء، 4-5 فصوص ثوم، شوية جبنة بارميزان مبشورة وصنوبر وزيت زيتون، وهنضرب كل المكونات دي في الكبة مع بعض. هحط مكعبين 3 زبدة واشوح فيهم بصلة صغيرة مفرومة برشة ملح وفلفل اسود. لو عايزة تستغني في الوصفة عن البصلة المفرومة اللي انا حطيتها ممكن جدا جدا وتكتفي بالثوم اللي انت حطاه في صلصة البيستو بتاعت السبانخ. بعد ما اشوحها هنزل عليها بصوص البيستو وهزودهم بكوباية كريمة واقلبهم كويس. دلوقتي هزود على الخليط شوية بسلة خضراء. ودلوقتي بقى جه بطل وصفتنا النهاردة المكرونة. يعني قدمت لهم حاجة بيحبوها جدا المكرونة، وقدمتي من عندك انتي حاجة انتي بتحبي تقدميها لولادك اللي هي الخضار بس بشكل مختلف. وبكده عملت لهم كل الأكل اللي بيحبوه وشجعتيهم على الدراسة، وكمان بقيتي انتي بطلة حل المعادلة.